السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. حديثي معكم عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية، كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تزكية فسماها جويرية. جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في سبي بني المصطلق، وذلك بعد غزوة المريسيع. فلما سبيت مع من سبي من أهل المريسيع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يساعدها في حريتها، وقالت له: أنا ابنة سيد قومه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو أعرض عليك شيئا خيرا لك من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أتزوجك وأعتقك. فقالت: رضيت. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتاقها. فلما سمع المسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وتزوجها، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقاء لوجه الله. فأعتقت 100 نفس من بني المصطلق. ولذلك كانت تقول أم المؤمنين عائشة: ما من امرأة أكثر بركة على أهلها من جويرية، أعتقت 100 نفس إكراما لها رضي الله عنها وأرضاها. جويرية كغيرها من أمهات المؤمنين كانت عابدة تقية. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها بعد الفجر، أي بعد أذان الفجر، ثم دخل إلى المسجد ورجع إلى البيت بعد ارتفاع الضحى، وجدها جالسة في مكانها الذي تركها وهي فيه. فقال لها: أما زلت على ما كنت يعني منذ خرجت وأنت في هذا المكان تذكرين الله؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات تعدل هذا كله. قالت: وما قلت؟ قال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فصارت تلك سنة لنا رضي الله عن جويرية. وتوفيت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها سنة 56 من الهجرة، وهي كغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.